صباح الخير مشاهدين، لكم صباحية جديدة مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. بوضع لبنان يلي وصلنا له اليوم، صحيح بدنا نتأمل خير، صحيح أنه الشهر الفضيل يلي بدأ بيحمل معه كل معاني البعد الإنساني والاجتماعي والديني والقيم يلي منتطلع على ألون، صحيح مع استمرار الصوم الكبير عند الطوائف المسيحية منتطلع دائما للقيامة يلي نرجوها بداخل كل واحد منا، بحياتنا، بعلاقاتنا، بلبناننا، بوطنيتنا، بكل شيء. ولكن ما فينا نفصل حالنا عن واقع عم نتأرجح فيه بين أنه نطالب بحقوقنا وبين أنه نخلي الحياة تستمر، بين واقع أنه نعلي صوتنا من خلاله لحتى المعنيين يستوعبوا ويسمعوا، وبين قيم تربينا عليهم لحتى نكون عم نشتغل بضمير. بس لما نكون عم نشتغل بضمير ونكون هالقد واقعيين، كمان بالمقابل منتوقع انه يكون في صدى لمعاناتنا، صدى لكل يلي عم نمر فيه، لكل يلي عم نعيشه اليوم بأشغالنا، اليوم مع الوضع الاقتصادي، اليوم بكل يلي عم نمر فيه. نحن منتأرجح قدام انا بكمل روح على الشغل لانه معاشي يلي عم بقبضه عم حطه بنزين، انا بوقف وبقعد بالبيت بدبرس وبخسر موقعي بالعمل وبخسر يمكن فتره ما بعرف اذا من بعدها رح اقدر لاقي عمل بطريقه سهله. انا بنوضع قدام هيدي هالخيارين يلي هن بيشبهوا كل لبناني، يلي بيشبهوا التفكير كل واحد منا، ما بين الاستمراريه ويلي هي فيها كثير من الظلم، وما بين انه لا كون عم بعتكف وكون عم باخد قرارات ماني قادر اخدهم لانه البلد مثل ما منقول باللبناني لقطني بايدي يلي بتوجعني. انا امام انه كون عم بخسر شغلي وكون مهدد مثل اي شخص عم بفكر اليوم. هيدا حال كل واحد، يمكن نحن اوقات منفكر على صوت عالي لحتى نعكس صوت كل شخص عم بفكر. بعرف عم نتأرجح بطريقة صعبة، بطريقة ظالمة، بطريقة ما منستحقها وما منستاهلها. رجينا بهالصوم يلي ان شاء الله بيكون مقبول من كل انسان صائم بهيدي المرحلة انه ينعكس نور يضوي على ضمائر المعنيين، ضمائر المعنيين يلي عم نشوفهم اليوم بحملات انتخابية. ما بعرف امام الوضع الاقتصادي المتردي ليه نحن ما قادرين نطلع مصاري وما قادرين ناخد مصرياتنا يلي محجوزين بالبنوك، وما قادرين نسترجع أموالنا المسروقين. بوقت الحملات الانتخابية في إلى أموال لحتى نحط بيلبوردز، نحط إعلانات، نعمل جمعات كبيرة، نبلش نحرك المال السياسي لنستقطب الناس ونرجع نذكرهم ببطولاتنا وإنجازاتنا. كتير لبنان متناقض بهيدي المرحلة أمام فقر وعوز وعدم قدرة الكثير من العائلات والأباء والأمهات والناس عن متابعة تفاصيل حياتهم في ثراء فاحش غير مقبول بما يتم ممارسته بالمقلب الآخر بوجه كل هيدا العوز. هالقد لبنان صار بلد التناقضات، هالقد لبنان صار بلد عم يوضع ناس بحفر اجتماعية عم يدفنهم تحت الأرض وعم بيعلي ناس للعالي كتير. صرنا هالطبقتين يلي عم نكافح وعم تبعد الهوة الاجتماعية بيناتنا. كتير بشع يلي عم بيصير، لا ينذر إلا بكل شيء ما منستاهله ولا ينذر بخير طالما نحن بعدنا بهيدا التفكير. على كل حال يلي منحكي فيه هو مراية لمجتمعنا، يلي منحكي فيه هو واقع مر، واقع أليم عم نتأرجح فيه بقراراتنا، بحياتنا، بتوجهاتنا، وما عارفين ناخد قرار منكمل أو منوقف ومنعتكف، ما عارفين ناخد قرار إذا منستمر ومنقبل الزل ومنرضخ أو منقول لا ومنعلي صوتنا ويمكن ما في نتيجة. هيدا واقع اللبناني اليوم بعمله، بعيلته، بنطاق شغله، بمكافحته لهيدا الاستمرارية. على كل حال الله يصطفل ويجازي كل مين كان السبب بوصولنا لهون. ونحن يمكن قادرين نجازي بطريقة معينة يلي هي الانتخابات يلي قادمين عليها، نعرف نختار صح، نعرف
ما بدي أقول نقاصس، ولكن نعرف نعاقب كل شخص وصلنا لهون، نعطي فرصة جديدة لناس جديد قادرين يساعدونا لحتى نكون نحن وياهم برؤية جديدة، لحتى هالمرة نكون عم نختار وطن، لأن هالمرة إذا ما اخترنا وطن بتكون راحت علينا. صباح الخير مشاهدينا لألكن، صبحية جديدة بتنطلق، تفاصيل بتشاركها أنا وياكم لمدة ساعتين من الوقت مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. رح أبدأ بالبداية مع تحكم المروري إلي صعب ينضم لإلي لحتى نكون معه عم نضوي أكثر على حال الطرقات. إلي صباح الخير. خير لك وجميع المستمعين. إلي عم تسمعني؟ نعم. صباح الخير. صباح النور لك وجميع المستمعين. عزبك نعمل جولة معك على حال الطرقات المعابر المؤدية للعاصمة بيروت، تفضل. نعم، بداية عم نشهد حركة مرور طبيعية على مداخل بيروت، مدخل بيروت الشمالي أيضا طبيعي من غزير جولية حتى نار كلب، ناشطة من طبيعي جلد ديب وصولا الكارنتينة دون عوائق حتى الساعة. أما مدخل بقى حركة سير طبيعية خصوصا من عرية نزولا باتجاه جمهور حتى بيروت. أما مدخل الجنوب حركة ناشطة من نعمة خلدي باتجاه أنفاق المطار من الكوستا برافا باتجاه الأوزاع، أيضا حركة ناشطة على طريق شويفات الحدد. أما بالنسبة داخل العاصمة بيروت حركة ناشطة من المدينة الرياضية جسر كولا حتى نفق سليم سليم دون عوائق حاليا. أما بالنسبة لحوادث السير المريض سجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 5 حوادث صدر عنهم 5 جرحى، محاضر رادار ضبط السرعة 481 محضر. تذكيرا بالطرقات الجبلية ما زالت مقطوعة بسبب السلوج حاليا، عنا طريق عينات الأرز كفر زبيان حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك، معاصر الشوف كفرية. الاستفسار عن حال الطرقات تواصل معنا على 1720، وهذا كل شيء نفيدكم فيه لحديث هلا. شكرا لك الرئيب أول إلي صعب مباشرة من غرفة التحكم المروري على كل التفاصيل. مشاهدينا التزموا دائما بقوانين السير لسلامتكم سلامة الآخرين المركبات والمشاة على الطرقات. جولة سريعة بتشاركة معكم على تفاصيل حلقتنا لليوم. البداية وبزمن الصوم عند طوائف المسيحية منكون مع لينا رياشي مرنمة تخدنا أكثر لأجواء هيدي المرحلة. منتابع أيضا لحتى نكون مع المؤتمر العلمي الطبي الرياضي الثالث الملتقى العلمي لفيزيولوجية جسم الإنسان تحت عنوان أهمية الصحة النفسية لدى الرياضيين، وذلك برعاية المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان. لنحكي أكثر عن هالموضوع بينضم لإلي العقيد دكتور فادي الكبي. أيضا بتفاصيل لقاءاتنا لليوم رئيس جمعية حماية الطيور بلبنان فؤاد عتاني بيخدنا أكثر لأنشطة الجمعية بشق البيئي، وبختام الحلقة جولة فنية على أبرز الأخبار الفنية. أما البداية مثل العادة نشاط حيوية رياضة، كل التفاصيل مع الفتنس كوتش ثائر حسكور، منتابع سوا. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم من بعد الرياضة الصباحية، أنه نهتم بغذائنا كمان أمر مهم جدا، وخاصة بشهر الفضيل رح يكون عنا فقرة ثابتة بتضوي على فوائد عدد من المأكولات. اليوم صحة وهنا فوائد البقدونس، منتابع سوا. فوائد البقدونس. البقدونس هالنبتة الخضرة يلي بتتميز بلونها الأخضر الداكن إلى الكتير من الفوائد الغذائية والعلاجية لجسم الإنسان، حيث يطلق على البقدونس ملك الخضروات نظراً للفوائد يلي بيقدمها للإنسان. بينتمي البقدونس إلى الفصيلة يلي بتشمل الكرافس والجزر والشمر والكمون والكزبرة وغيرها. استخدم البقدونس منذ مئات السنين، أي أكثر من 2000 سنة، فقد كانوا يستخدموا البقدونس الطازج طعاماً خافض للحرارة، حالات عسر الدورة الشهرية أو انقطاعها، معالجة الالتهابات والأورام، بينما استعملوا بذور البقدونس لإزالة غازات الأمعاء وعسر البول. وقد استخدم الأقدمون البقدونس بعلاج التهابات المعدة وكمذيب لحصى الكلى وملين جيد للبطن ومضاد للمغص ومضاد للربو وضيق التنفس وأورام الثدي. وبيتميز بأنه بيطيب ريحة الفم ومفيد لمشاكل الطحال والكبد، فبيعتبر البقدونس إنبلة حقيقية. فقد أكدت الأبحاث اللي أجريت مؤخرا أنه البقدونس يعتبر واحد من الأعشاب
الطبية المهمة. فوائد البقدونس الغذائية لا تعد ولا تحصى نظرا لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، ومن ضمنها فيتامين A يلي بيحسن الرؤية وبيحافظ على صحة الجلد، فيتامين B يلي بيساعد على ترميم خلايا الجسم، فيتامين C يلي بدوره بيساعد بالحفاظ على الجهاز المناعي، فيتامين E يلي بيساهم بحماية الخلايا من التقدم بالسن، فيتامين K يلي بيساعد على موازنة لدورة الدم وإنتاج بروتين الكبد، وأيضا الحديد الضروري لإنتاج الإيموغلوبين بالدم. ومنلاقي أيضا المنغنيز يلي بيساعد على امتصاص فيتامين C وأيضا مسؤول عن الهرمونات الجنسية، بوتاسيوم وهو من أهم العناصر يلي بتساعد على النمو وبناء العضلات والجهاز العصبي، الزنك المفيد لتقوية جهاز المناعة، الكالسيوم بيشتغل على تقوية العظام والأسنان والشعر. كما بيحتوي البقدونس على الألياف والكلوروفيل يلي بتنقي وبتمنع العدوى البكتيرية وبتعزز جهاز المناعة. وبيحتوي البقدونس أيضا على مجموعة من الزيوت الطيارة مثل الليمونين والأوجينول وغيرهم، ويلي إلى فوائد طبية هامة. فوائد البقدونس لفقر الدم: تناول البقدونس مفيد لعلاج المصابين بفقر الدم. يعتبر البقدونس واحد من أهم الأعشاب الطبيعية التي تستخدم عادة لتطهير الكلى. بيشتغل البقدونس على إدرار البول، حيث بيحتوي على مادتي الأبيول والماريستيسين يلي بتتركز بزيت البقدونس. البقدونس أيضا بينوصف مغلي منقوع، بينشرب لتفتيت حصوات الكلى، وهالوصفة بترجع للأسيويين ولسكان أمريكا الأصليين. أيضا بيعتبر البقدونس أحد الأعشاب الطبيعية للتنحيف، فهو بيشتغل على التخلص من المي الزايد بالجسم. البقدونس للقلب، فهو بيساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، كما أنه البقدونس بيشتغل على منع تلف الأوعية الدموية والشرايين، وبيشتغل على مرنتة، هالشي بيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. للبقدونس أيضا فوائد للمسالك البولية، فهو بيساعد على تخلص الجسم من الملح الزايد والسموم من خلال البول، وبيشتغل على علاج التهاب المفاصل، وبيحمي من الالتهابات بالمسالك البولية. أما استخدامات البقدونس كنوع من التوابل: ورق البقدونس لذيذ الطعم ويستعمل بجميع أنواع التوابل والسلطات والتبولة والفتوش اللبناني، وهو زينة أساسية لمعظم أطباق السفرة اليومية، كما أنه معظم الناس بيستخدموا البقدونس بعد تناول وجبة دسمة أو الثوم لأنعاش الفم. يمكن تحضير عصير البقدونس بطريقة سهلة جدا عبر إحضار حزمة من البقدونس وغسلها جيدا، ومن ثم تقطيعها ووضعها بطنجرة على النار حتى الغليان لمدة 20 دقيقة، ومن ثم تصفيته وشربه كعصير ساخن. مشاهدينا برحب فيكم من جديد، أهلا وسهلا بكل الأشخاص اللي انضموا لنا إن كان مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان أو من خلال www.teleliban.com.lb. طبعا لحتى نروح أكثر بأجواء الصوم عند الطوائف المسيحية، هالصوم يلي بيترافق أيضا مع الصوم عند المسلمين يلي إن شاء الله بيكون وحدة صلاة لحتى نوصل لرجع بحاجة لإله، ولا قيامة بحاجة لإلها، ولا عيد عم نبحث عنه بهيدي المرحلة، وخاصة بلبنان. الترنيم هو صلاة مرتين وتسبيح من خلال الترنيم الدينية، أيضا بيخدنا أكثر لعمق الصلاة ولعمق هذا الزمن. بصرنا استضيف معي بالستوديو لينا رياشي يلي معها رح نروح أكثر بخلال هيدي المرحلة بالصوت بالترنيم، لنكون عم نحكي عن هاي المرحلة ترنيما. لينا صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك لينا. إلى جانب الترنيم أنت أيضا أخصائية علم نفس ومعالجة بالموسيقى وأستاذة محاضرة بالجامعة اللبنانية والجامعة الأنطونية. لينا رح أنطلق معك بالغناء بالموسيقى يلي أوقات بتجذب الإنسان، خبريني كيف بلش مشوارك مع الموسيقى؟
مشواري بالموسيقى بلش من وقتها كنت كتير صغيرة، تعرف بالمدارس وحفلات وبالضيعة وبالترتيل بالكنيسة، فكان لأنه نحن عنا إياها بالبيت، يعني أمي مرتلة ورئيسة كورال وهيك، فكنا كلنا بالبيت نرتل، وأكيد وقتها كان فيها الحفلات بالمدرسة كما قلت لك واحتفالات بالضيعة كنا نشارك فيها، ونمي عندي هذا الإحساس بمحبة الموسيقى ومحبة الغناء، ولكن الترتيل بشكل خاص لأنه كان بالنسبة لي أنه هيدي الوزنة اللي الله عطاني إياها لازم استثمرها بشي يفيد. أكيد الغناء كتير منيح بس أنا بلاقي حالي بالترتيل أكتر. كرمال هيك بمسيرتي بالموسيقى درست موسيقى بالكونسيرفاتوار وأخذت شهادة بالغناء الشرقي وبدرب حتى بعلم موسيقى بالمدارس لمدة 20 سنة كنت بعلم موسيقى، وهلأ يعني عم علم حتى بالجامعة اللبنانية غير العلم النفس بعلم كمان صوت وإلقاء وتجويد كمان بالفنون. لينا قدي مهم الواحد أنه يكون عم يسأل موهبته بالدراسة، لأن أوقات الموهبة لحالة ما بتكفي. خبريني شوي لما الواحد يقرر يروح إلى جانب الاحتراف قدي مهم دراسة بموضوع الموسيقى، وخاصة إذا الموهبة دسمة مثل ما بيقولوا بحاجة الواحد أنه يشتغل عليها ليظهرها أكثر. طبعاً لأنه الوقت أنت بتدرس شيء بتنمي مهارتك فيه. الإنسان بيخلق عنده موهبة بس ما عنده المهارة، المهارة بتجي من خلال الدراسة، من خلال اكتساب خبرات الأشخاص يلي هن عم بيعلموك، يلي كمان عندهم مرق عليهم وقت طويل بهيدا الكاريير بهالدومين، فأكيد هن بيقدروا يفيدوك. كرمال هيك يعني حتى دراسة الموسيقى بالكونسيرفاتوار كأنا كاختصاص الغناء الشرقي تعلمت من كذا اختصاص، يعني حتى تعلمت السرياني والبيزنطي والتجويد كل هالأمور، لأنه أنا قد ما كون أعرف أنا أكيد دخلت يعني وجدت بمحل تعلمت إشياء كتير بالكنيسة تبعي، بس كمان في إشياء كتير تعلمتها من الكونسيرفاتوار، وهيدا شيء بينشهد له ولو ما هالأساتذة كانوا موجودين ما كنت أنا صرت هيك يعني وثقلت موهبتي. أدي ترنيم يلي هو من الوالدة بحكم أنه كان يعني كانت يعني قائد لكورال وكانت تدير كواير، قد ايه هذا الموضوع اثر فيك، وقد ايه كمان الشق الديني، يعني عم نحكي عن الترنيم عن الترتيل بالكنيسه كمان بيعطي طابع لصوت الشخص لشخصيته، بيخليه شوي كمان يكون عنده هذا التهذيب بالكاركتير تبعه الغنائي. خليني أقول خبريني شوي عن هيدي المرحلة، وقد ايه الترنيم ووجودك بهالكورال طبع فيك إن كان طفولة المراهقة وبعدين خياراتك بالحياة. هلا أكيد الترنيم هو مش بس أنت بس تفوت على الكنيسة بترنم وبتطلع بتصير شخص آخر، هو بيصير بيسقل شخصيتك، يعني أنت بيصير عندك أتيتود معينة بالمجتمع لأنه بتعتبر أنه عندك أنت مسؤولية، أنت عم توصل كلمة الله بطريقة أو بأخرى، فأكيد ما فيك أنت تكون عم توصل طريقة يعني كلمة الله وتكون أنت بتصرفاتك منك إنسان راضي ربك، على القليلة أنه تكون عم دلك منتبه لهذه الأمور أنه أنا صورة عم وصل منها من خلال كلمة الله، فلازم يكون منتبه هالأشياء. بس أنا كمان بنفس الوقت يعني أنا تعلمت أصول الترنيم البيزنطي من الدير، كنت بدي أعمل راهبة وقتها كنت صغيرة، فقعدت سنتين بالدير، وكمان عنا إياها تراديسيون بالعائلة، أمي كمان قعدت بالدير كذا سنة كانت بدها تعمل راهبة ورجعت يعني ما بقيت، فكمان هيدا الشيء أثر بكاركتيري حتى وبأسلوب الترتيل يلي أنا بتبعه، تأثرت فيه كمان من الرهبات يلي كانوا بالدير. طبعا قبل ما نتابع بحوارنا رح نسمع بداية كمان منك، شو رح نسمع بالبداية؟ حبيت بلش بترتيلي للعذراء لأنه هي شفيعتي وأنا كتير بحب علاقتي معها علاقة أم، وهي هاي ترتيلي من زمن الصوم، هي اسمها إن البرايا بأسرها، بعتقد كتير مشهورة الترتيلي بس أكيد هيك كل حدا بيقولها بأسلوبه، لأن هي في الإنسان يرتلها يعني أكيد في تام معين، بس فيك تكون أنت عم هيك تاخدها بأسلوبك أكيد، فأنا كل بحب واحد عنده أسلوب الترتيل طبعا. تفضلي بنسمع. إن البرايا بأسرها يا
تفرح بك يا ممتلئة نعمة محافل الملائكة وأجناس البشر لك لمهتم صلاة بالترنيم بتكون مرتين ودائما هذا الإحساس اللي مننقله للمتلقي الصوت اللي بيكون فيه خشوع الصوت اللي بيكون فيه هيدا البعد والحضور كمان خبريني شوي أدي الترنيم ممكن يكون علاج كمان بنفس الوقت يعني انطلاقا من عملك بعلم النفس وتعليمك للموسيقى أدي الموسيقى قادرة تطبب خليني أقول طبعا العلاج بالموسيقى هو له كتير زمان موجود بحياة الإنسان وكان من زمان يعني مقرون إذا بدك بالعبادات يعني إذا بتلاحظ أنه كل الأديان السماوية وحتى قبل الأديان السماوية الأديان الأخرى يلي كانوا يعبدوا الأصنام كان في عطول في موسيقى عطول بترافق يعني حياتهم وهي أصلاً بترافقنا من أول نبضة نحن بنسمعها ببطن أمنا الموسيقى الإيقاع كل هالأمور يلي بترافقنا فنحن بتعطينا نوع من الراحة النفسية الموسيقى فكيف بالتالي إذا نحن مثل ما بيقولوا القديسين وبالتحديد القديس أغسطينوس إنه من رنم صلى مرتين يعني نحن بهالطريقة عم نتقرب من ربنا كتير بالموسيقى وبنفس الوقت عم نقدر نكون يعني أنا بحكي عن نفسي بالذات أنه وقت برتل كتير بحس بخشوع أكتر من وقت بكون عم بقرأ صلاة معينة أو عم حتى أنا ناجي الرب يعني بالترتيل بحسه أنه هو أقرب لإلي حتى بيتهوفن بيقول أنه الموسيقى هي لغة الرب يعني هو بخاطبنا بالموسيقى نحن لازم نعرف نسمعها ونفهمها بس أكيد أنا عم بحكي عن أنواع الموسيقى طبعاً. يلي هي طبعاً. الإيجابية ويلي هي بتساعد أكيد بالعلاجات طبعا بحديثنا عن هذا الموضوع لينا اليوم كمان خبريني شوي عن مرحلة التعليم وخاصة مع النقلة أونلاين الموسيقى فيها كانت تتعلم أونلاين أو فقدت شوي من قيمة العلاقة المباشرة بين الطالب والأستاذ وبين هيدي الروحية لأنه الفنون
صعب انك تعلميها عن بعد فيها هيدي العلاقه المباشره، خبرينا شوي عن تحديات هيدي المرحله وكيف تعاملتي معها. هلا طبعا اكيد كل شيء بريزنسيال افضل بكثير من الاونلاين، بس نحن كنا عم نجرب ندبر حالنا بهذا الاطار، وانا هلا بعدني بعلم تلاميذي المسرح اونلاين، اكيد ما بيوصلهم المساج مثل ما لازم، مثل ما اكون انا عم بشتغل مع شخص لحاله، اشتغل على نقط الضعف المعينه وهالموضوع، ولكن انه جربنا نلاقي الترناتيف، مثل ما بقول لك يعني يمكن 60% قدرنا نوصل للاهداف اللي بدنا اياها، بس اكيد الحضور افضل بكثير. طبعا رح نسمع ترنيمه ثانيه وترتيله، شو رح تسمعينا؟ اخترت ترنيمه من الحان الاب اليك سرواني، هو كان استاذي بالكونسرفاتوار بماده السريانه، وهيدي الترتيله اذا بدك كل الاديان بيقدروا يكونوا عم بيرتلوها، لانه هي نوع من استغفار للرب على الاشياء اللي نحن اوقات ما بنعرف قديش هو وجوده بحياتنا مهم، فبحب انه اتشاركها معكم اليوم. طبعا اكيد بنسمع، وخاصه مع تزامن الصوم عند المسلمين والمسيحيين بهيدي المرحله يلي ان شاء الله بيكون مقبول من جميع الصائمين. تفضلي. نستغفرك ايها الكرام المطلق اننا بهيدي المرحلة، مرحلة الصوم يلي بتقودنا لأحد الشعانين لأسبوع الآلام، فالقيامة يلي هي رجينا بالدين المسيحي، ويلي المؤمن المسيحي بيطلع دائما إلى هذه القيامة يلي الخلاص كان من خلالها. قدي هيدي المرحلة مع كل الأناجيل مع كل الترانيم المخصصة لإلها الليتورجية أيضا، قدي إلها خصوصية، قدي بتعني لك، وقدي هيدي الروحانية اللي الواحد بيلتمسها بالعودة للذات بهيدي المرحلة كمان بتقدر تشرجه
طاقة وبتقدر تشحنه لحتى يكون عم بكمل، وخاصة بهيدي الظروف الصعبة لأنه كل واحد منا عم بيعاني على طريقته، كل واحد عنده ظروفه يلي عم بمر فيها. كيف توصف هيدي المرحلة على صعيد الديني والشخصي والاجتماعي من خلال خبرتك؟ مرحلة الصوم أكيد هي مرحلة رجوع لله، هي مرحلة نقعد فيها مع نفسنا ونشوف نحن قديه عم نكون مفيدين بحياتنا، لقلنا للناس اللي حوالينا، لعائلتنا، لكل هذه الأمور. وأيضا نحن الاختبارات يلي عم نعيشها بحياتنا وخصوصا بهالأيام الصعبة مثل ما حضرتك ذكرت، نتعلم من هالموضوع أنه عطول من بعد كل سقطة أو من بعد كل ضيق في قيامة. ونحن بعلم النفس حتى منقول منشتغل على موضوع الريزيليانس عند الناس، نعلمهم أنه يكون عندهم الرجاء أنه هيدا الوضع يلي نحن هلأ فيه اللي يمكن البشع يمكن اللي مش قادرين نتحمله هو رح يخلص. صح. رح يمرق. قدي نحن بيكون عنا قوة قدرة على التحمل لنوصل للقيامة مثل ما المسيح قام من القبر مع كل العذاب يلي قطع فيه ومرق فيه وحمل كل خطايانا، نحن كمان نتعلم نحمل هالأعباء وهالألام يلي حملينا أو نحمل صليبنا ونوصل آخر شيء، نعرف أنه أكيد نحن رح نوصل للقيامة، ما رح تستمر للأبد هذه الدقيقة. طبعا أكيد ما في شيء بيستمر، وخاصة بالرجاء يلي عنا إياه وبالإيمان وبهيدا الإنسانية يلي منبحث عنها بحالنا وبخينا الإنسان قادرين نمرق هيدا المرحلة. لينا ترنيمة أخيرة منختم فيها معك، شو رح نسمع منك؟ في ترنيمة من صلاة النوم الكبرى هي بيصلوها بوقت الصيام، هي تأمل بيننا وبين الرب، هي يعني هي أربع مقاطع، رح نقي أنا مقطعين صغار منها هيك بخلونا شوي نحس أنه قديش لازم نحن نكون بعلاقتنا مع ربنا قراب. تفضلي. يا رب ما أرهب دينونتك إذ يحضر الملائكة ويجمع البشر وتفتح الكتب وتسبر الأعمال وتفحص النيات، فما تكون دينونتي أنا الذي حبل به في الخطايا، من يطفي لهيب النار عني، من يضئ ظلمتي إن لم ترحمني أنت يا رب، بما أنك محب للبشر دموع من طريق الضلال، وأقدم لك كطيب ذكي عيشة نقية اقتنيتها بالتوبة، لكي أسمع أنا أيضا صوتك المشتهى، إيمانك خلصك فامضي بسلام. إن شاء الله فترة سلام والإيمان بيخلص هذه المرحلة لحتى نوصل لبر القيامة يلي لبنان بحاجة لها ويلي كل واحد منا أيضا على صعيد الشخصي. لينا رياشة شكرا لحضورك معنا، شكرا لصوتك يلي هيك خلينا نبدأ أسبوعنا بطريقة هادية ونكون عم نصلي ونسلم للرب هذا الأسبوع. شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا. شكرا لك شادي، وأنا تشرفت. أهلا وسهلا فيك. مرسي بوكو. يا هلا. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا، نحن وياكم، لقوني بعد الفاصل. No zapping break ومنتابع.
نتابع مشاهدينا بصفحيتنا نحن وياكم، أكيد صيام مقبول لكل الأشخاص الصائمين بهيدي المرحلة. منروح لمواضيع عم نحاول قدر المستطاع نكون عم نضوي على لبنان الحلو، لبنان يلي ما زال حاضر بمختلف الميادين. مؤتمر علمي طب رياضي ثالث للملتقى العلمي لفيزيولوجية جسم الإنسان بعنوان أهمية الصحة النفسية لدى الرياضيين، وذلك كان برعاية المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا استضيف معي بالستوديو العقيد دكتور فادي كبي لحتى نكون عم نسلط الضوء أكثر على هذا المؤتمر. عقيد صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا بصبحيتنا. اسمح لي بداية أحكي شوي عن الاتحاد العربي للثقافة البدنية يلي هو دعي وأقام هذا المؤتمر. نعرف شوي المشاهدين عنه، تأسيسه وبدايته وشو الهدف من إقامته. الاتحاد العربي تأسس سنة 1987 دولة الكويت، كان رئيس الشرفي وقتها الشيخ فهد الصباح، لجنة سنتين لل 89 تأسس فعليا، صار في اتحاد نواة اتحاد عربي بكل الدول العربية برئاسة الدكتور فوزي الخضري. بلبنان 2017 تأسس اتحاد لبنان للثقافة البدنية. الاتحاد العربي يعني بقول دوره بالمجتمع العربي هو نشر الثقافة البدنية وتعميمها بالقطر العربي، وأكيد محاربة الأفات الاجتماعية، تعاطي المنشطات، تعاطي المخدرات، نبذ العنف اللي عم بيصير بالملاعب ولا بين اللاعبين او حتى الجمهور، او حتى هلا مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي عم نشوف كلمات بحق رياضيين مش منيحه. كمان الاتحاد العربي خلال اقامته للورش العلميه، الندوات، المؤتمرات، الاتحاد العربي كل سنه بيعمل مؤتمر بدوله عربيه. للاسف هالسنتين بوجود جائحه كورونا والمشاكل الاقتصاديه خاصه موضوع الاموال يعني، نعمل هالسنه بلبنان هذا مؤتمر رقم 3 برعاية أمن الدولة، مش مؤتمر الأول بترعاة أمن الدولة، هذا رقم 3 بنعمل هالسنة. هو كان مفروض يكون هذيك السنة ما قدرنا نعمل بظروف جائحة كورونا. العنوان هو عن أهمية الصحة النفسية للرياضيين. شفنا آخر سنتين قديش في المشاكل الصحية عم بيعاني منها نفسيا الرياضي، إن كان جائحة كورونا ولا الحجر الصحي ولا حتى بموضوع عدم قدرته للتدريب أو ممارسة النشاطات الرياضية سواء معسكرات خارجية أو داخليا عم بتأثر. وضع اقتصادي كمان أثر نفسيا على اللاعبين، مش بس إنه ماليا، نفسيا أثر على اللاعبين خاصة اللي بيشاركوا بالدول بمباراة دولية أو عالمية. طبعا يعني أمام هذا الواقع اليوم دور يلي عم يلعبه الاتحاد بتعميم هيدا الثقافة فعليا كيف عم يترجم؟ هل يعني كيف عم بيكون قريب من اللاعبين؟ كيف عم بيلعب دوره الأساسي لحتى نرجع انطلاقاً يلي حضرتك رح تقوله ننطلق للمؤتمر يلي كان بالأول من نيسان؟ أدى هذا الدور كان سابورتيف ومساعد بهيدي المرحلة مثل ما حضرتك ذكرت، مرحلة استثنائية ونفسياً الكل تعبين، وكيف إذا الرياضيين يلي انحرموا من ممارسة الرياضة ومن أن يكونوا حاضرين بالمحافل الدولية العالمية؟ الصحة النفسية كثير مهم للرياضي، مش بس للرياضي، حتى الإداريين، حتى المدربين، حتى الجهاز الفني، حتى الدولة بشكل عام. كتير يعني شفنا أولمبياد طوكيو تأجل سنة ومش عارفين إذا حيقام ولا مش حيقام، الجمهور ما كان موجود، قديش هاي النفسية بتأثر على الرياضي. نحن اتحاد عربي للثقافة البدنية قدرنا بالمحاضرات، بالتوعية اللي عم نعملها، بالندوات، بورش العمل، بالمؤتمر العلمي اللي عملناه هالسنة عن أهمية الصحة النفسية، قدرنا نضوي على مواضيع. في ناس اجوا رياضيين لعنا رؤساء اتحادات، كان في مندوب وزاره الصحه، كان في مندوب وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الاولمبيه، شافوا انه في شيء جديد عم ينعمل اللي هو خاصه على الرياضيين المستويات العليا، يعني قديش مهمه الصحه النفسيه وقديش هي عم بتساعد بهالموضوع. كان في محاور للمؤتمر بثمان محاضرات، اذا بتحب نحكي عنهم كل طبعاً محاضره. رح نحكي بكل تفاصيلهم، رح انطلق من عنوان المؤتمر اهميه الصحه النفسيه لدى الرياضيين، وانطلاقا من يلي عم بتقوله حكما واضح العنوان، شو تضمن هذا المؤتمر؟ وهيك نحكي بالتفاصيل عن كل مرحله تضمنها. مبدئيا كان عندنا ثمان محاضرات خلال النهار كله من الصبح للظهر، كان عندنا حوالي 80 90 مشارك، في بيناتهم طلاب جامعات كانوا موجودين، جامعة اللبنانية كلية التربية، جامعة الأداب والعلوم، جامعة الأوزال. أول محاضرة كانت عن أهمية الإعداد النفسي للرياضيين، هذه ألقيتها أنا، وكان في وراي محاضرة عن أهمية الإعداد الذهني، لأنه اليوم في فرق بين الإعداد النفسي والإعداد الذهني وكلهم مرتبطين ببعض أكيد طبعا. خاصة بهالظروف جائحة كورونا والمادية.
كمان ألقاها الكوتش داني عثمان. وراها عملنا محاضرة عن تأثير شدة الحمل الزيادة. يعني اليوم في كتير بيتعرضوا لضغوطات نفسية من كتر التمرين، يعني الأوفر ترينينج كتير بيكون صاروا فترة موقف، بيجي على تمرين بيعمل شدة كبيرة خلال التمرين، وبالتالي ده بينعكس سلبا، تعمل ضغوطات نفسية عليه. كان الدكتور ناجي حمود معنا. نعم. محاضرة رابعة كنا عم نحكي عن الشخصية القيادية الرياضية، يعني اليوم قديش الشخصية الرياضية مؤثرة سلبا أو إيجابا بالفريق أو كليدر، وقديش بتأثر عليه نفسيا هو هالمسؤوليات اللي عليه، خاصة إذا كان شخصية رياضية معروفة مثل ما بنشوف بلعبة الفوتبول ميسي رونالدو محمد صلاح ولا آخره. كان عندنا الكوتش مالك عيتاني، كان عندنا محاضرة عن أو بأحرى هي جلسة حوارية تعنى بأهمية نفسية لذوي الإعاقة. يعني إحنا مش بس رحنا على الأسوياء، رحنا كمان عندهم إعاقات سواء جسدية أو إعاقات ذهنية. كان في عنا عضو الاتحاد العربي سمر شتيلة، كان في عنا الأساتذة لبنى موسى نبيلة ذحلان، وكان عنا شادي حي لبطل اسمه أحمد الغول. هو من الأشخاص الأسوياء تعرض لحادث صار ما عنده إعاقة، وهو بطل لبنان بطل دولي بالويلتشير بالهاند سايكل. وكان عنا محاضرة عن دور الإعلام وأثره سلبا أم إيجابا بالصحة النفسية. كان عنا نخبة الإعلاميين الرياضيين موجودين بلبنان، عميد الإعلام الرياضي أستاذ يوسف برجاوي، كان عنا رئيس جمعية الإعلاميين الرياضيين الصديق رشيد نصار، زميل إبراهيم وهبي من زون نيو تي في، وكان عنا أكيد الإعلام الأولمبي وديع عبد النور. حكوا بكل تجرد وشفافية عن دور الإعلام سلبا أم إيجابا، وكيف بيساعد بالصحة النفسية لما يضوي على موضوع معين، خاصة إذا الرياضي كان بمطرح ما شوت داون هيك بمستوى لأثر ضغوطات، أوقات الإعلام الرياضي ما بيرحمه. خفنا آخر فترة هلأ التواصل الاجتماعي، مش الإعلام الرياضي، التواصل الاجتماعي بمطرح ما عمل ضغوطات صحيح طبعا. صحيح. يعني بعد في يمكن كان عندنا محاضرة محاضرة كمان. صحيح. كان عندنا محاضرة عن أهمية التغذية الرياضيين، قديش مهمة على الصحة النفسية، لأنه يوم في أكل معين بيعكس على الصحة النفسية. كان الدكتورة نغم سنان معنا، وكان في عنا محاضرة عبر الفيديو لأنه في عنا عضو بالاتحاد الدكتورة كارولينا الحاج موسى مسافرة، بس قدرت تعمل مداخلة معنا من برا بفيديو صغير. نعم. عن أهمية التغذية. يعني موضوع كامل متكامل خلال هذا المؤتمر يلي ضم كل هالمحاور يلي بتكمل بعضها. طالما حضرتك معنا اسمح لي أحكي بالتفصيل شوي عن الشق يلي حضرتك كنت مسؤول عنه، والمحاضرة الأولى يلي انطلق فيها هذا المؤتمر، على شو كان التركيز، على أي نقاط حضرتك ركزت بيلي تواجهت فيه؟ نحن ضوينا أول شيء عن بما أنه عم نحكي عن الصحة النفسية اللي هي جاي من علم اللي هو علم النفس الرياضي، حكينا علم النفس الرياضي كمدخل، يعني حكينا عداد النفسي كيف بيصير على اللون تيرم ولا على الشورت تيرم، لأنه نحن نعرف اليوم بس تمشي على مع فئات العمرية بدنا نمشي من يعني منذ الصغر مثل بقوله نقدر نأول موتيفيشن عندهم. يعني اليوم بأوروبا بيمشوا على عداد النفسي من عمر 11 سنة، بعمر 17 بيحكوا عن الصلابة العقلية، يعني بيعتبروا خلاص هذا صار يعني وصل قطع مرحله المراهقه، وصل مرحله الشباب، وبالتالي الصلابه العقليه المفروض كرياضي يكون بلشت تقوى عنده وتتنمى عنده. نحن بلبنان شوي بعاد عن هالثقافه، لانه اختصاص علم النفس الرياضي مش موجود عندنا. يعني انا اختصاصي اداره رياضيه، عم نحاول نتعدى شوي على اختصاصات. اليوم بغياب هالاختصاص او هالتخصص نحن بدنا نكون نغطي هالثغره، والاتحاد العربي يعني احد وظائفه او احد ادواره هو هالشيء. نعم نعم. قبل ما نتابع بلقائنا وحوارنا عقيد مع حضرتك، رح نروح لفيديو وكمان بيختصر شوي اجواء هيدا المؤتمر، وبرجع بتابع انا وياك مشاهدينا منتابع سوا مجريات هذا المؤتمر. وباسم الاتحاد العربي للثقافة البدنية الذي تأسس سنة 87 في دولة الكويت الشقيق، أرحب بكافة الحضور وراعي المؤتمر وممثل المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة العقيد الدكتور الزميل فادي الكبي، وممثل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ العزيز محمد عويدات، وممثل وزارة الصحة، وممثل اللجنة الأولمبية الصديق سامي قبلاوي، وممثل قيادة الجيش وكافة الحضور. وأقول لكم قبل أسبوع كنا بالقاهرة في مؤتمر دولي عربي، وحققنا إنجازات كثيرة، ودرج الاتحاد العربي منذ عام 87 حتى الآن على إقامة كافة الملتقيات والمؤتمرات في كافة العواصم العربية دعماً
للثقافة البدنية التي تعني الأشياء الكثيرة بما فيها الفتنس والفتنس والنوتريشن والهيومن بودي فيزيولوجي إلى آخره. وفي كل عام نصدر كتب ونوزعها أيضا مجانا، ومؤتمراتنا أيضا مجانا تعميما للفائدة والمنفعة. ودرج اتحادنا حسب قانونه على احترام سائر الأديان السماوية وعدم التدخل بالشؤون السياسية وعدم التمييز بالدين واللون والعرق. ولن أطيل عليكم، أقول لكم استفيدوا من تلك المؤتمرات فهي لمستقبل أجيالنا القادمة. وشكرا لكم ولحضوركم. يعني مع هالمقتطفات اللي شفناها من افتتاح أعمال المؤتمر، بروح لهيدي الدورة تحديدا من هذا المؤتمر، شو اختلف عن دورات سابقة وشو فرض العصر والزمن يلي عم نمر فيه بهيدي المرحلة؟ يعني على الصعيد العالمي جائحة كورونا يلي كانت مفصلية، الوضع الاقتصادي يلي طال العالم كله ولبنان بشكل خاص مع كل الفاتورة يلي عم ندفعها للأعوام المتراكمة من الفساد واللامبالاة يلي أوصلتنا إلى هذه المرحلة، شو كان في جديد وشو فرق عن الدورات السابقة عقيد؟ هذا المؤتمر كان تلحظتك كنا نبلش فيه هذيك السنة لظروف كورونا كمان ولظروف الاقتصادية، لأنه يعني اليوم في تكلفة مادية سواء الأوتيل ولا يعني طبعا في تكاليف مادية. فكانت المشكلة إنه الصحة النفسية عم تعرض لها الرياضة جبرتنا نعمل هالمؤتمر روح على هالتوبيك. إحنا كنا رايحين على غير توبيك، يعني هلا مثلا أهمية الصحة النفسية للرياضة، أشخاص اللي كانوا موجودين سواء رياضيين، كان عندنا رياضيين موجودين، كان عندنا أمير سعود لاعب كرة السلة منتخب لبنان، ضوينا عليه على موضوع إنه أنت المشاكل الصحية النفسية قد عم تأثر عليك بنتيجتك، شفناه بالمنتخب وحكي بكل صراحة. كان في جلسة حوارية مع مدام منى حرب، كان عندنا لاعب منتخب لبنان بكرة القدم ولاعب الأنصار سيسي كمان حكي عن مشاكل نفسية تعرض لها من جراء الإصابات اللي كان يقع فيها دائما. يعني اليوم الإصابة بتخلي عندك مشاكل نفسية، بتخلي عندك قلق إنه أنا إمتى حأرجع على الملعب، طب أنا إذا هلأ تعرضت لإصابة رحت معي 5-6 أشهر راح الموسم، فهي بتعمل مشاكل نفسية عندهم. وكان عندنا لاعب من ومدرب منتخب لبنان بلعبة البليار، لعبة البليار من الألعاب الذهنية اللي بدها تركيز كتير وانتباه، كمان قدرنا يعني نعمل ميكس من هالألعاب. قد ايش هدات الحية أثرت وكانت إضافة، ودائما بهيك نوع مؤتمرات بتكون هي الدعامة والركيزة الأساسية أمام التيوري، خليني أقول لما يكون في محاضرة أو شخص عم بحاضر، إنما شهادات الحية بتكون هي الدعامة وبتكون هي المثل الحي. قد ايه مهمة للأشخاص الموجودين يلي عم يحضروا شهادات الحية؟ لما يكون في عنا أشخاص قاعدين عم بيحكوا عن حالهم وتجربتهم الشخصية وهن إديال، يعني هن معروفين كل واحد بلعبته، نقينا هالأشخاص اللي هن أهم ألعاب رياضية عنا، باسكتبول ولا فوتبول، فدخلنا معهم البليار. العالم اللي قاعد عم تفرج، الحضور من الطلاب من الجامعيين من الأشخاص كانوا موجودين، شافوا جدات حية لأشخاص عم بيحكوا واقعهم بشفافية بدون كذب بدون تجميل. مثل ما نحن نعرف أوقات في ناس بتجمل بيبقى ما عنده مشاكل، لا بقول أنا ما عندي مشاكل بس هلأ شوي فوبا هلأ واعين فيها، لا حكوا عن واقعهم الشخصي عن الصحة النفسية قد أثرت عليهم، عن موضوع التدريب، موضوع الحجر الصحي كتير مهم. يعني اليوم إذا عندك إذا طلع عندك يعني الكورونا عم طار توقف تمرين حوالي جمعتين صح، يعني والأشياء الطبية بتقلك أنه لازم كمان تخفف شدة التمرين، خفف شدة التمرين حتى بتأثر على جهاز التنفس والآخري، فهذا يمكن عم يطار يبعد شهر أو شهرين قد عم تأثر نفسيا عليه. طبعا يعني أمام كل هيدا الواقع وأمام كل الإضاءة يلي المؤتمر أصر أنه يضوي عليها من كل النواحي، رح نحكي عن النتائج عن متابعة هذا المؤتمر، ولكن بداية رح نروح لمقتطف تاني كمان نشارك المشاهدين فيه وبرجع بختم اللقاء مع حضرتك. من تابع سوا المديرية العامة لأمن الدولة. صباح الخير جميعا. صباح الخير ممثل وزير الشباب والرياضة أستاذ محمد عوالات الصديق. صباح الخير أستاذ دكتور شماعي ممثل وزارة الصحة. نحن تقصدنا اليوم أنه يكون موجود معنا وزارة الصحة لأنه موضوعنا مرتبط بشقين الرياضة والصحة، تقصدنا محطتك موجود بلكي نقدر نعمل بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وزارة الصحة اللجنة الأولمبية والاتحاد العربي. نحن من الدولة مش أول مؤتمر نرعاه، هذا ثالث مؤتمر اللي هو بيتناول الطب الرياضي
بعدة محاور. اليوم نحن عم نحكي عن الصحة النفسية، نحن يمكن اختصاصنا منه طب، ولأنه طب رياضي، ولأنه اختصاص علم نفس. نحن من خلفية رياضية بعدة اختصاصات، اختصاصنا الأساسي إدارة رياضية، ولكن أمن الدولة عم تسلط على الضوء خلال هالسنتين اللي مروا علينا جائحة كورونا، الموضوع الاقتصاد المالي خاصة الرياضيين. نحن نعرف الرياضي يعني على صعيد العالم بأمريكا ولا دول أوروبية، الكوست المصاري اللي بيدفعوا الرياضي أكثر من غير كوست، خاصة بلبنان. نحن بنعرف هلا شوي الأمور تخربطت علينا وعليكم أنتم رياضيين موجودين معنا بموضوع المواصلات، موضوع الإكويبمنت، موضوع الأجهزة، حتى الحذاء الرياضي صار حقه مبلغ إذا عم نحكي النوعية المنيحة. بالإضافة للأساتذة اللي عم بيعلموا اللي صاروا سنتين بيعلموا أونلاين، وأكيد يعني هن نفسيا صار بدهم معالج نفسي، وأنا واحد منهم بعلم بكذا جامعة عم نعاني منها. أنا بدي أشكر حضور الكريم، بشكركم جميعا، بدي أشكر إعلام الرياضي، بدي أشكر الجامعة اللبنانية اللي أنا تعلمت فيها، التلاميذ الموجودة معنا، بدي أشكر جامعة اللي عم علم فيها، جامعة علوم الآداب اللبنانية، الدكتور سعيد علاء الدين موجود ممثل الجامعة، بدي أشكر شركاء النجاح موجودين معنا، بشكركم فردا فردا، بدي أشكر أمن الدولة، ونقول تحيات اللواء المدير العام اللي هو بيتمنى الأمن والأمان للبنان، وبيتمنى تكون الصحة النفسية موجودة لكل اللبنانيين مش بس للرياضيين، لأنه المجتمع الرياضي هو مجتمع أساسي بالمجتمع اللبناني. بشكركم مرة تانية وبشكر حضوركم كريم. أيضا من الكلمات يلي كانت حاضرة بافتتاح هذا المؤتمر، أدي رعاية المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان لها أهمية بطرح هذا الموضوع، وأدي هون كمان منروح لرعاية، لأن أوقات المؤسسات الموجودين بالدولة منحطهم بإطار معين، ننسى أنه كمان في يكون لهم اهتمامات أخرى واهتمامات من نوع اجتماعي رياضي إنساني. أدي هذه الشغلة مهمة أنه يتضوى عليها، وخاصة بظل هذه المرحلة بلبنان. توجيهات المدير العام اللواء أنطوان صليبة، خاصة أنا يعني سلمني مسؤوليات النشاط الرياضي بالمديرية العامة لأمن الدولة، وأنا اختصاصي دكتوراه بالرياضة يعني. صح. فهذا كان حافز إلي أنا بالشخصي إنه أقدر وين في مؤتمر وين في نشاط رياضي نقدر نكون موجودين. ألفنا عدة فرق رياضية عم نشارك على صعيد المنتخبات الرياضية بعدة بطولات لبنانية، ولكن رعايته للمواضيع الاجتماعية الثقافية البدنية موجودة. نحن ما في حدا بيطلب منا شيء إلا ما منقدم قد ما فينا. عنا أكيب أنا ألفته يعني، عنا أكيب بساعدنا بهالموضوع بالمديرية عنا الحمد لله. هذا ثالث مؤتمر نرعاه لحنا، ومش بس بالرياضة، بعدة نشاطات طبعا اجتماعية ثقافية حتى يعني موجودة طبعا بالعلم. هذا المؤتمر طلع توصيات عنه، في متابعة لقله، خبرني كيف يعني كانت خاتمة هذا المؤتمر وتوجهها لوين رايح؟ مبدئيا أكيد طلع توصيات، وكانت أهم توصية أنه نقدر نربط مثل ما سمعت حضرتك بالفيديو، نقدر نربط بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، اللجنة الأولمبية، لأنه هؤلاء يعني الهرم الثلاثي الأقطاب الثلاثة طبعا. عم نحكي بالصحة النفسية، عم نحكي شيء بيتعلق بالرياضيين، ونحن كاتحاد عربي، أنا بحكي عم بسمع حالي وأنا رئيس لجنة الإدارة الرياضية بالاتحاد العربي، كمان كأمن دولة نقدر نسعى نوصل لمطرح شو فينا نقدم للرياضي شيء إضافي، نكون قيمة مضافة لهالرياضة، خاصة هلأ بهالظروف الصحة النفسية. شفنا رياضيين كتير برا يعني قدروا يعملوا بيرن أوت عن الرياضة بسبب ضغوطات نفسية عليهم، شفنا كتير مشاركات بألعاب أولمبية خاصة بطوكيو 21، في ناس انسحبت من فينال كذا لعبة من الضغوطات النفسية اللي تعرضوا لها. يعني مشكلة كتير الكورونا ومشكلة الصحية مارت علينا، حتى الضغوطات اللي بتنعمل من المدربين، ضغوطات اللي هي مثلا انه لازم النتيجة تكون بدك تاخذ مركز اول، هاي بتعمل ضغط على اللاعب. نحن بلبنان عم نحاول قد ما فينا ننشر هالمفاهيم، ننشر هالتوعية عند العالم، خاصة هلا يعني في كتير فئات عمرية صغيرة اكاديميات منتشرة بلبنان عم بروحوا على تحقيق النتيجة اكثر ما تحقيق النتيجة الشخصية اللي هي بتعكس على الصحة، على الصحة مش بس النفسية، على الصحة الجسدية والنفسية للرياضة. صحيح. يعطيكم ألف عافية وشكراً، لأنه بعد في إيمان بمساعدة هذا القطاع، وإيمان بلبنان المؤسسات يلي بحاجة أنه نرجع نشوفه بنشاطه المعتاد لحتى يستعيد لبنان صحته النفسية، لأنه كل البلد صحته النفسية تعبانة بهذه المرحلة العائدة. دكتور فادي كبي شكراً لحضرتك، رمضان كريم، وإن شاء الله دايماً نلتقى لحتى نحكي عن مواضيع هالقد مهمة. أهلا وسهلا، شكراً لحضرتك. مشاهدينا منتابع بصفحيتنا، لاقوني بعد البريك، نو زابينج، بريك ومنتابع. الله
منتابع بصبحيتنا مشاهدينا لنروح كمان للحماية البيئية للطيور لحتى يكون كمان في شق بإطار هيدا الموضوع. منروح أكثر لعمل جمعية حماية الطيور بلبنان. منحكي عن هذه الجمعية، منتعرف عليها أكثر، منحكي عن أنشطتها وخاصة بهيدي المرحلة. رئيس جمعية حماية الطيور بلبنان السيد فؤاد عيتاني بينضم لإلي. فؤاد صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. اسمح لي بالبداية فؤاد، يعني حضرتك مؤسس موقع طيور لبنان التثقيفي، مدير قسم الصيد والتصوير البري بمجلة صيد، ومدير قسم التدريب والتوجيه بمركز الشرق الأوسط للصيد المستدام بلبنان إيبيرد. يعني أمام كل هيدي المسؤولية يلي من خلال عملك ومن خلال كل شغلك، رح روح لعمق عمل جمعية حماية الطيور بلبنان. أيمتى تأسست الجمعية وشو الهدف الأساسي كان من إقامتها؟ نحن كجمعية بلشنا بباحثين مراقبين طيور، مصورين طيور، نشطة بيئيين وحبين للطيور. جمعنا بال2014 وصرنا نشتغل على الأرض توعية أكتر شيء. بال2019 حسينا أنه لازم نتقدم أكتر، سجلنا جمعية حماية الطيور بلبنان كجمعية بيئية. هم بالأساسي هو المحافظة على الطيور، محاربة كل شيء بأثر على الطيور، من حرائق، من صيد جائر، من تلوث، من سموم، من مبيدات حشرية، لنقدر نحميها ونكفي استمراريتها. شو أبرز اللي اشتغلت عليه الجمعية من أول انطلاقتها ولليوم؟ على شو كان التركيز بمختلف المواضيع يلي أرادت أنه تضوي عليهم؟ يعني أول شيء كنا أكيد توعية، اشتغلنا كتير مع وزارة البيئة ومع وزارة واشتغلنا كتير بالمدارس، واشتغلنا كتير مع البلديات لنضوي على أهمية الطيور ودور اللي بتلعبه، دور الحيوي اللي بتلعبه. واشتغلنا كتير كمان مع قوى الأمنية والسلطات المختصة لنحارب الصيد الجائر، إن كان صيد ليل، إن كان صيد خارج الموسم، إن كان صيد أكتر من الكميات المسموح صيدها، وإن كان صيد طيور ما نضم لائحة الطرائد. يعني أمام كل هالمواضيع المهمة اليوم وأمام الدور يلي عم بتقوم فيه الجمعية بحماية الطيور والمحافظة على التوازن البيئي، اليوم قديه وصلتوا من الهدف المرجو من خلال الجمعية؟ كيف بتقيم العمل بظل الظروف يلي عم نمر فيها؟ لأن بعرف قديه تحدي العمل بظل هيدي الظروف. صحيح، نحن اليوم إضافة إلى جائحة كورونا، الوضع الاقتصادي المضر بالبلد، غلاء البنزين، كل هالأشياء أثرت، وخاصة قبل 2019 نزوح السوريين إلى لبنان كمان ما خلت الدولة تطلع لهالأمور، ما كانت أولوية بلبنان. اضطرينا نحن كأفراد وكجمعية نحط ضغط أكتر، نشتغل كقلب واحد، كإيد واحدة، نقدر قد ما فينا نحمي الموائل تاعت الطيور، نحمي الممرات الهجرة تاعت الطيور، ونضوي عليها من خلال حملات توعية، إن كان بالمدارس أو إن كان بالجامعات أو إن كان عن طريق البلديات. طبعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحيي باليوم العاشر من أيار اليوم العالمي لطيور المهاجرة بالحديث عن هذا الموضوع، وذلك لتسليط الضوء على الحاجة للحفاظ على طيور المهاجرة من أجل كوكب صحي. أداء الالتزام بقوانين الصيد من ناحية المواسم وأنواع الطيور وكل التفاصيل اللي بتندرج بإطار هذا الموضوع، أداء مهم الالتزام فيها، ووين لبنان من هذا الالتزام؟ نحن صرنا من نهاية أسسنا فيه الجمعية حتى قبل، منحتفل مرتين بالسنة بالWorld Migratory Bird Day اللي هو اليوم العالمي لهجرة الطيور. هو السنة مساق مش 10، مساق ب 14، هو تاني سبت من كل شهر 5 أو من شهر 9، شهر 10 عفوا. نعم. بقى السنة الماضية بشهر 10 كنا بمحمية حرش أهدن، كان معنا مواكبة من القوى الأمنية ومن فعاليات المنطقة ومن صيادين حتى بيئيين وملتزمين بالصيد، صيد المسؤول، لنقدر نوعي العالم على أهمية الطيور بلبنان، على أهمية الموائل تاعيتها، كيف نحميها، كيف نقص الشجر، كيف ما نمارش مبيدات حشرية اللي بتأثر على الطيور بالنهاية وعلى الطبيعة أكيد. السنة هيدي كمان نوين إن شاء الله نعمل حفل بنفس التاريخ ب 14/5،
وهيدي هدفها دائما اكيد التوعيه والتاكيد على اهميه ودور الطيور اللي بتلعبه بلبنان. طبعا انطلاعا انه حضرتك يعني ناشط بيئي ومصور للحياه البريه متخصص بطيور لبنان، اليوم كيف فينا نوصف هذا التنوع والغنى الموجود بلبنان وكيف بيئيا فينا نقيمه باهميته ووين لبنان حاضر على الصعيد العربي والعالمي؟ كيف من خلال خبرتك وعملك فيك تخبرنا أكثر؟ هلا لبنان بيوقع على ثاني أهم ممر للطيور بالعالم، ممر هجرة الطيور، ولحد اليوم صار مسجل عنا تقريبا ما يوازي 408 أصناف من الطيور ما بين مقيم ومهاجر ومشتي ومفرخ صيفي. تنوع التضاريس بلبنان والموقع الاستراتيجي خلى يكون عنا هالتنوع الكبير بالطيور، وبذات الوقت الصيد كهواية بالمركز الأول، وفي كتير ناس بتعتبرها أنه جزء من تراث اللبناني. للأسف خلى بعض الجيل الصاعد يصيد بطريقة عشوائية، يصيد بطريقة بلا توجيه. مسؤولية على مين؟ مسؤولية على الأهل، مسؤولية على الدولة، مسؤولية على المدارس، على وزارة التربية. يعني ضروري اليوم بلد مثل لبنان يكون في منهج لأهمية الطيور بلبنان وأهمية الصيد بلبنان. يعني الصيد نحن المفروض يكون واحد حائز على رخصة صيد وتصيد بعمر 18 وما فوق. الأب عم بياخد ابنه عمره 10 سنين و9 سنين ومحمله بارودة، وكلياتنا بنسمع من فترة تانية بالحوادث اللي عم بتصير المؤسفة بالصيد. طبعا يعني أمام هيدا الواقع والمتابعة اليوم من خلال يعني الإعلام البيئي، خليني أقول من خلال نشر هيدي المسؤولية كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، قديه قادرة تعمل فرق وقديه قادرة تعمل ريتش وتوصل وتكون مؤثرة بإيصال الرسالة بالحماية بالضغط بهيدا الموضوع؟ عم توصل الرسالة من خلال عم توصل وعم تتغير الأمور. احنا ب 2013 كان عدد المراقبين الطيور أو مصوري الطيور بلبنان بينعد على الإيد الوحدة. اليوم الحمد لله صرنا أكثر من 30 شخص عم بيشتغل على الأرض، عم بيصور، عم بيروح يراقب الطيور. ولبنان يعني بأهمية موقعه استراتيجي في يكون عنده دور كبير كتير بمراقبة الطيور، يستقطب سواح من برا مثل بلدان تانية مثل جورجيا مثل تركيا مثل قبرص. تقدر تخلي العالم تجي على لبنان تصرف مصاري، تقعد بالأوتيل، تستأجر سيارة، تأكل بالمطعم، تشتري من المحلات من عنا، بس بهدف أنه تجي هي وعائلتها وتراقب الطيور بلبنان. هيدي بتقوي اقتصاد، بتقوي دخل الفرد بالمناطق النائية، وبتحسن صورة لبنان برا. برأيك شو الخطوات اللي لازم تتخذ بهيدي المرحلة وكيف عم تشتغلوا لتوصلوا لريتش مثل ما ذكرت؟ يعني البلديات، الجامعات، المدارس، قد مهم يعني نوطد هيدي الفكرة ونزرعها بعمر صغير عند الأشخاص. كيف عم تشتغلوا؟ من خلال الحملات؟ من خلال حملات توعية، من خلال منشورات ومطبوعات، كتب عم نطبعها كمان. عم نشتغل كمان كتير مع المطاعم، مع السوبر ماركتس. في ناس ما بتعرف انه بيع العصفور التيني اللي هو منه ضمن ريحة الطرايد مسموح صيده ومسموح بيعه. يعني بالنهاية الصيد هو هواية، هو رياضة، منه تجارة. للأسف كتير من الطرق اللي عم تستعمل الشبك والضبق كرمال يتصيدوا الطيور بكميات كبيرة بلا ما يفرقوا أنواع ويبيعوها للمطاعم والسوبر ماركت بلبنان. مشكورة القوى الأمنية إنه عم تتعاون معنا بشكل كبير جدا، وحيالله مخالفة عم تستجيب لها. يعني اليوم حيالله شخص فيكون هو العين السهرة للدولة، في يحمل التليفون إذا شاف ناس عم بتقوص بطريقة غير مستدامة أو سليمة ويتصل بالمية 112، وخلال دقائق أو خلال نص ساعة بتكون الدورية عندهم وبتخالف اللي عم بيتصيد بطريقة طبعا غير. يعني إلى جانب هالنشاطات، إلى جانب هالتركيز اللي حضرتك عم تحكي عنه، هالمساعدة اللي الكل عم بيحط إيده لمحاولة يعني مد الخلاص لهيدا القطاع، كمان دعت محمية شاطئ سور الطبيعية ليوم بيئي مد فور إيبام بإطار مشروع التوعية بالطيور ب 27 أذار. برأيك هيك
أنشطة قد ايه مهمة تكون على مساحة الوطن كله، وقد ايه التذكير بهذا الموضوع مهم. كيف كان هذا النشاط برأيك؟ النشاط ونشاطات غيره وعم بتكون دائما مركزين فيه على المناطق اللي بتعتبر نقط سوداء بالنسبة للصيد الجائر بلبنان، يعني إن كان بعكار أو كان بالضنية أو كان بتربل أو كان بجنوب لبنان أو بالبقاع الغربي أو بالبقاع الشمالي، كل هالمناطق الصيد عم بيكون منه مزبوط، منه مستدام، منه سليم، والصيد ما عم بيكون مسؤول بهالمناطق. عم نحاول نركز فيها على أهمية الطيور، على الدور المهم اللي بتلعبه، إن كان بتخفيف الحشرات، إن كان بتخفيف استعمال بالتالي استعمال المواد الحشرية السامة، إن كان بالسياحة البيئية اللي ممكن تعمل الطيور، إن كان بتلقيح الأزهار، إن كان بزراعة الأشجار عبر نقلها. ده الموضوع مرتبط ببعضه، يعني ما بين البيئة، ما بين الحيوانات البرية، ما بين الطيور، ما بين كله الأشجار، يعني أداة هذه سلسلة مترابطة كل ببعضها. نحن عنا قسم كمان بالجمعية بيعنا عم بتشبكوا مع جمعيات أخرى تعنى بالأمور الطبيعية طبعاً المكملة لعملكم. طبعا، ونحن كجمعية عنا قسم بيشتغل يعني بالحث العلمي فقط، بيطلع على المحميات وبيطلع على الغابات وعلى البساتين بس نشوف وضع الطيور، وخاصة الطيور المهددة بالانقراض منها، علاقتها مع طبيعتها، علاقتها مع أنواع الأشجار الموجودة فيها. يعني اليوم إذا قضينا أو خففنا كتير من أعداد طائر كيخن الزيب أو الكيخن اللي هو ضمن طرائد الصيد بس أعداده محدودة، هو الطير الوحيد اللي قادر يزرع شجرة الزيب بلبنان، وإذا راح الطير بتروح على الشجرة. وفي أمثلة كتير، يعني إحنا عنا مثلا اليوم طير من هالقد في ارتباط وثيق بعناصر طبعًا الطبيعة طبعًا طبعًا يلي أوقات ما منكون واعيين لو ما منكون نعرفها. طبعا، فمنقيم هالشي، منقيم الأثر، منقيم المخاطر الأخطار اللي بتأثر على الطيور كمان، إن كان صيد أو إن كان حرايق أو إن كان أصل الأشجار وغيرها. في مشاريع جديدة عم بتحضروا لها ضمن إطار عمل الجمعية؟ دائما نحن هلأ مشروعنا الجديد إن شاء الله بده يكون التركيز عليه للأراضي الرطبة بلبنان، والعلاقة بينها وبين الطيور الموجودة حواليها. شو المقصود بهذا الموضوع؟ يعني مثل مستنقعات عميق، سد الأرعون، مثل محمية شاطئ صور، مثل الشيخ زنيت، كل هاي المناطق فيها مي وفيها اعشاب وفيها حشرات وفيها طيور بتعيش بايكو سيستم معين موجوده هنيك. في بعض منها عم تخف مساحته من وراء الامتداد العمراني، وفي بعض منها عم بيتاثر من وراء الحرايق ومن وراء قص الاشجار وغيرها. بقى عم بدنا نشوف وضعها كيف كان وكيف صار، كيف فينا نحد من المخاطر اللي بتأثر فيها، وكيف فينا نحمي الطيور اللي موجودة حواليها، خاصة إنه بعض هالمناطق منا محمية وفي كتير صيادة بتكون متواجدة هونيك خارج الموسم أو بالموسم بتقوس كل شيء. فؤاد، شو رسالتكم ختاما لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا، للصيادة، للناس، للأفراد بالمجتمع، للمعنيين، كل واحد انطلاقا من مسؤوليته الشخصية كيف لازم يساهم بحماية الطبيعة والطيور ويكون مراقب ذاتي لحتى كلنا سوا نكون عم نتشارك هذه المسؤولية؟ نحن دائما إيدنا مفتوحة للجميع، وعنا بالجمعية بروجرام للفولنتيرز، للمتطوعين اللي حابب يفوت يساعد بمشروع الطيور او يساعد او يتعلم مراقبه الطيور او يتعلم كيف بده يساعد الطيور اللي عم تتقوص بطريقه غير شرعيه وياخدها عند الفت او ياخدها عند الطبيب البيطري او يعالجها. عندنا بروجرام كامل متكامل في انخرط معنا فيه ويتعلم، ويلا عنده فكره اوريدي وعارف هالمواضيع في كمان يشاركنا باليوم العالمي لمراقبة الطيور أو اليوم العالمي لهجرة الطيور، ويتعرف علينا ويعرف على شغلنا أكثر، وممكن كمان ينخرط معنا بالجمعية. يعطيكم ألف عافية وشكرا لاهتمامكم بالشق البيئي وبالطيور تحديدا، لحتى يضل لبنان بصحة سليمة إن كان على الصعيد البيئي أو بما يختص بكل الطرائد، واحترام يعني الصيد وتنظيم أكثر بإطار هذا الموضوع. رئيس جمعية حماية الطيور بلبنان فؤاد عتاني، شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا. شكرا. يا هلا.
مشاهدينا منتابع معكم بالقسم الأخير، لاقوني بعد الفاصل بالفقرة الفنية لحتى نختم سوا. No zapping، لاقوني بعد البريك.